يعني حتى هذه اللحظة كل الشبهات حول أن يكون هذا الحادث إرهابي نبتعد عنها كثيرا، ويمكن أن يكون هو حادث طبيعي تم في ساحة تايمز سكوير. طيب، معنا أيضا للتعليق أستاذ أمجد عطية، محلل اقتصادي. أهلا بك أستاذ أمجد، و أيضا تأثير هذا الحادث على بورصة نيويورك. أهلا بك يا فندم، مساء الخير. عايز بس أوضح إنه حضرتك المنطقة اللي حكيت حضرتك شرحتي، المنطقة اللي حدث فيها هذا الأمر هي أكثر المناطق السياحية أهمية في نيويورك، اللي هي بيتم فيها الاحتفال برأس السنة، وفيها يعني العديد والعديد من يعني المزارات السياحية، لكنها أيضا مصممة، وأنا بعمل يعني أكثر من 10 أعوام بالقرب من تايم سكوير، هي مصممة بحيث يعني وضعين في الاعتبار انه ممكن هذا الامر يحدث، فهناك حواجز على طول الرصيف موضوعة بصورة خاصة لحماية يعني المشاة. بحسب المعلومات اللي احنا عرفناها انه هذا الشخص كان يسير عكس الاتجاه وقام يعني بصدم الناس عن قرب اشارة،